الاشياء المروريه القانونيه اللي لازم نلتزم بها، اللي ربط الحزام، العاده ما تتجاوز من اليمين، السرعه الزايده، ايش وضعك معه يعني باختصار؟ انا الحزام رقم واحد. شهريا عندك مخالفات مثلي؟ اسبوعيا قصدك؟ اسبوعيا قصدك؟ عندك اسبوعيا؟ اي والله للاسف عندي والله. ليش اكثر مخالفه تسويها؟ يعني تكلم على السرعه صراحه. انا دائما عندك سرعه داخل المدينه وخارج المدينه؟ انا كل لا انا احسن منك اجل. لا انا داخل المدينه ما عندي سرعه. لا والله انا عندي سرعه، انا طرق سريعه عندي سرعه صراحه، بس انا جوال قليل مره، حزام يمكن مره بالخطا، يمكن حزام على طول يعني. من قبل أي. بس السرعه صراحه بضغط في شوارع كذا تمشي 90 يعني تحس اكثر من كذا.